Assalamu alaikum, friends. Welcome to Surah series with Ishmael. Today, friends, I'm going to read you this book, My First Quran with Pictures. Subhanallah, walhamdulillah. Today, friends, I'm going to read you Surah Al-Falaq. In English, we call it Daybreak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Now I'm going to read the translation. Say, I seek refuge with the Lord of Daybreak. From the evil of created things, from the evil of the darkness as it gathers, from the evil of those who blow knots or practice magic, and from the evil of an envious person when he envies. Subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلوات والتيوات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا إلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله والحمد لله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يريدون شيئا من علم إلا بما شاء وسع كرسيه في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Friends, don't forget to like and subscribe the video. We the Musty Kids. Allah Hafiz. See you next time.